ازيكم؟ الله يخليك، شفت بقى البذورة الحلوة أحباب الله اللي معانا النهاردة؟ والله أنا هذه المكالمة مخصوص علشان الست سلمى. كلمي يا سلمى. كلمي يا عمو ويسلم عليك. الله يحفظها على يا سلمى. قولي نام يا عمو. كلمي يا سلمى. قولي نام. ازيك يا سلمى؟ قولي نام يا عمو. ازيك؟ مالك يا سلمى؟ دي زعلانه خالص يا شيخ عبد الله، بص عملت ازاي، مش عارفه احنا ما زعلناهاش. ليه كده بس؟ ليه؟ ليه يا سلمى؟ ده واقفه معايا الدق الطول من الصبح. واقفه من بدري قوي يا شيخ. اما انت حياتي لام سلمى وابو سلمى، والله يحفظها ان شاء الله لهم يا رب ويسعدها. ربنا يخليك، ربنا يخليك. تعملها من بدري كده عليه. ومبروك على ام بطه والاستاذ خميس، كلمتني حقيقه ام ياسمين وقالت لي على الخبر ده، والله يسعدهم ان شاء الله ويتمم لهم بخير باذن الله. محدش مبسوط قدي ان البرنامج البسيط بتاعنا كلنا عرف الناس وحبايب. الحمد لله، حصل احنا كلنا متواصلين على فكره مع بعض. يعني قبل ما يتكلم ابو عمرو انا كنت عاوز اتكلم وابارك لهم على العالم، انه ده سمعني يا ابو عمرو، بس انا حاولت والله التليفون عندي مره. ربنا يخليك يا شيخ، انت ابو الواجب. انت ابو الواجب. هنعمل بقى المكرونه. سائر سرحان بيقول لي يا غاليه انت سلمتي على الدول العربيه كلها ما عدا الاردن، الف سلام للاردن وحبايبنا واخواتنا كل العرب. عايزه توصل بقى الاردن والسودان، يعني مصر. الاردن والسودان يعني مصر. يعني انا كل ما اقول مصر يعتبرني قلت الاردن والسودان. ايوه، وبقيه الدول العربيه حبايبي. سلمى تاكلي فراوله؟ خدي. مين زعلك؟ مين غضبك؟ من قال الحلوه الجميله؟ خدي واحده فراوله. انت تعبتي يا قمر؟ خلاص كفايه ده، ما يهمكيش، انا هقف هنا اهو جنبك ومامي تاخد حاجتها وتروح عند البوتاجاز. تعرفي تقولي لي قران؟ ها، وتطلعي من هي من جنب من هنا، تقعدي بقى ترتاحي بره. ها، وهعمل لك البسكوت في كاس كبير واجيبه لك لحد عندك، ايه رايك؟ ها ها، تاخدي موز ولا فراوله ولا بسكوت؟ خدي خدي، يلا يلا. انا جميل الشوكولاته. عيني، خدي يا اختي، جيتي في جمل ولا يهمك. يلا مامي هتقعد اهي تشتغل، تطلعي ترتاحي شويه وترجعي تاني. يلا تعالي ارتاحي شويه. طيب خليكي يا ده، مش عاوزه تخرجي. عايزه مصفى صفي المكرونه. عينيا، تسلم يا اختي. مطبخك قلبي كده هتلاقي المصفى. انا عشان مش عارفه مكان الحاجه، بس خدي بدل المصفى اي حاجه. خدي دي حلوه، تسلم. ابو هشام. الو، ازيك يا ابو هشام؟